ليلة وألف يملأها الخوف. ملوك رهيبة، حكاية غريبة الحال، خيال فسيح، وصاد للريح، كنوز الأموال، حب أهوال وحياة. فيها رعاع جياع شطار، فيها أبطال وفيها أشرار، أعجاز ألغاز وفيها مصباح مسكون. قصص ألف تمتلئ خوف، حرية بحر ووزير، وجن في الجو يطير، تصنع مني أساطير. ليلة وألف. هل هناك من طلب فاكهة؟ هل أنت بخير؟ كم أكره هذه الوظيفة. أحمل الفاكهة طوال النهار، أكره وظيفة الحمال. إذن لما لا تفعل شيئاً آخر؟ بالطبع، ومثل ماذا؟ ما اسمك؟ سندباد. حقاً؟ كنت أعرف رجلاً يحمل الاسم نفسه. هل كان فاشلاً مثلي أنا؟ في الواقع أصبح تاجراً غنياً، ولكنه كان فقيراً. حقاً؟ هذا التاجر قرر أن يغامر بمستقبله، فقام بالبحث عن الثراء والمجد. ماذا جرى له؟ أتريد أن تعرف؟ فالأمر يتعلق بالوحوش والمخلوقات المفترسة والأماكن الغريبة. أجل، أخبريني. حسناً، إذن لقد أبحر سندباد ومن معه بحثاً عن الكنز. أظنك تحمل المنظارة بطريقة خاطئة. تقولين هذا لأنك بعيدة. وصلت إلى هنا بسرعة. انظر سيدي، جزيرة، لقد اكتشفت اليابسة. ما رأيك في هذا دونا؟ اسمي دينا سيدي. لا يهم. ربما يجب أن نساعده. رائع فعلا. لست متأكدة، هذه لا تبدو لي جزيرة. ربما يجب أن نعود إلى السفينة الآن. هذا هراء. أرأيت؟ إنها صلبة كالصخر دورا. اسمي دينا. لا يهم، حان الوقت للبحث عن الكنز. حسناً، هيا ابدأ بالحفر. ماذا؟ هنا تماماً. لم يكن الأمر سيئاً. أنا لا أصدق، لقد ابتلع الجزيرة كلها. كان هو الجزيرة سيدي، وأنت أخذتنا إليه. لا داعي للقلق، سأخرجكما من هنا، تراجعا. هيا افتح. Osnos.com is a video platform that immerses kids in new languages and different cultures the fun way. On Osnos, kids can watch shows from all over the world, plus shows they love like Sid the Science Kid, Paw Patrol, Barney, and the award-winning 1001 Nights in over 10 languages, including Mandarin, French, Arabic, Persian, German, English, and Spanish. In addition to streaming online, you can download your favorite shows onto your iPad or other mobile devices to watch on the go.
Osnos is completely ad-free, and shows on Osnos are curated to teach social-emotional skills, so the platform is fun, educational, and safe. At Osnos, we believe every kid can be a world citizen. Osnos.com, the best kids shows from around the world in 10 different languages.